خليني بما انك اتكلمت على الاجواء وقبل ما اكلم نتكلم مع الكابتن محمد حشيش ونرجع للتشكيل ومراسلينا، استقبل النجم الاعلامي الكبير صديقي المحترم نجم كريم حسن شحاتة. خد منه اجواء يعني لهواة الراديو وانا منهم، استمتعوا مع كريم حسن شحاتة على اذاعه الشباب والرياضه. كابتن كريم مساء الفل. مزبط عبد الناصر، ازي حضرتك؟ مساء الفل يا كيمو حبيبي. الله يخليك. سلام على كابتن حضرتك شرقي وكابتن محمد حشيش. في حد تاني؟ الكابتن المحترم شريف عبد المنعم كده عندنا انظار. معلش فتح التلفزيون. ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ ازيك يا شريف، ازيك يا حماده؟ الله يخليك حبيبي، ربنا يكرمك. كابتن كريم قول لنا الاجواء وكيف تستعد من الان للخروج بالمباراه ونهائيه من خلال الاذاعه المصريه واذاعه شباب والرياضه بالشكل الذي يليق بالاذاعه المصريه وقيمه المباراه كنهائي افريقيا. تمام، النهائي كبير طبعا وفي طرف مصر اللي هو النادي الاهلي طبعا، كلنا ان شاء الله بندعي النادي الاهلي وربنا يكرمه بكره باذن الله. يعني استعداد طبعا بيبقى استعداد خاص بقى، مباراه نهائي افريقيا دي بتيجي كل سنه مره، وخصوصا النادي الاهلي يعني من 2013 كان اخر بطوله، الزمالك كان البطوله اللي قبل اللي فات وصل نهائي بس ربنا ما وفقهوش، فاستعداد خاص عندنا ناس يعني مبسوطين هناك، اصدقائنا الاعلاميين طبعا في اثنين في الملعب هناك في رادس، ودايما احنا اتصالات بالبعث في النادي الاهلي، سواء النهارده اتكلمت العميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الاهلي صالح عزه نقد رياضي البعث، يعني دايما في تواصل ونعرف كل اخبار النادي الاهلي سواء في الراديو او في التلفزيون. وبكره هيكون معايا دكتور طارق الادور ان شاء الله، تعليق على مصر، تعرف الدكتور طارق وشه حلو دايما على الاهلي وفي نفس الوقت موسوعه بقى في التعليق وفي طبعا في الارقام وفي التاريخ طبعا. وهيكون معايا كابتن محمد فاروق من النادي الاهلي وكابتن سامي شيشين، ده الاستوديو السابق بتاعنا يعني في الكوره الاسلاميه. طبعا سامي بيمتعنا وفاروق ده ملوش حل يعني، وعندك طارق الادور يعني اعتقد ان عندك مين عازم مين على الغدا بكره بقى، بما ان الايام دي بتبقى ايام عزايم وايام حلوه ما بتتنسيش. والله انا معزوم، انا اللي معزوم. مين ايه بالليل متاخر؟ انا معزوم عند كابتن صلاح الدين عازمنا صاحبه راك. لا يعني ما فيش عزايم قبل الاستوديو. وليد صلاح الدين لا في عزومه، كابتن وليد عازمني انا ومدام حاجه عنده وبعدين اطلع على الاستوديو حاجه عائليه، لكن ما فيش غرامات جوه الاستوديو. لا والله الدنيا ناشفه شويه اليومين دول. طيب لو رحنا للمباراه توقعاتك ايه يا كابتن كريم؟ طبعا ماتش صعب جدا بس الاهلي طبعا كفته ارجح، الاهلي كابتن حماده بيتكلم شويه عنده خبرات طبعا، لعيبته مروا بالمواقف دي كتير، ممكن كمان هم عندهم ضغوط في تونس من النادي الاهلي بالذات، النادي الاهلي دايما متفوق على كل الفرق التونسيه، فالضغوط اللي عندهم زياده، ان هو عارف حاسين ان لو الاهلي خد البطوله المره الثانيه من رابط هتبقى وصمه عار بالنسبه لهم كانديه تونسيه، بيتعاملوا معاها كده صح. برافو عليك. فهم هناك متوترين جدا وانا بقول ان النادي الاهلي مش عايزه ينزل يدافع، انا عايزه يهاجم هناك بشكل متزن طبعا، مش هجوم يعني فتح الملعب، لكن لو الاهلي ضغط هناك مع دفاعهم مع التوتر بتاعهم الاهلي ممكن يجيب جون بدري ويصعب الامور عليهم تماما، يعني يبقى ماتش بالنسبه لهم صعب جدا. بس انا مش عايز الاهلي ينزل يدافع، انا عارف طبعا اول ربع ساعه وهم بيستفيدوا بالضغط والروح والحراس وبيلعبوا على ملعبهم والكلام ده، لكن النادي الاهلي لازم ينزل يحسسهم من بدايه الماتش ان هو نازل راح يكسب راح يجيب جول. هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. بالتوفيق ان شاء الله. واكيد على فكره يعني حتى لو انا متابع شاشه بحب ان انا اسمع ولو اجزاء، لان دايما بستمتع وبستفيد فنيا من الشباب والرياضه ومنكم يا كريم بصراحه. الله يخليك يا فندم، والله دي حقيقه يعني، وبشكرك شكرا جزيلا، ودايما متالق وناجح سواء من خلال شاشه الاولى المصريه او من خلال اذاعه الشباب والرياضه وبرنامجك كلها الناجحه، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن محمد حشيش، ناس كثيره بتتكلم على تركايه، ان يا ريت ناس بتقول كده، يا ريت لو فجأنا بميدو جابر بدل من حمودي وصلاح محسن بدل مروان محسن، كلام كتير.